نعم الميركاتو الاخير الملاحظ انه كاين بعض الانتدابات اخرهم كريم عيد الدرهم. كريم عيد الدرهم واليوم غادي يلتحق واحد اللاعب ظهير ايسر للتجريب، من بعد يمكن على ابعد تقدير يوم 28 في هذا الشهر غادي نعلو على اللائحه النهائيه اللي غادي تضم تقريبا 25 لاعب في لاعبين ديال الامل، 25 لاعب لان ما نديرو 30 لاعب في اللاعبين ديال الامل كاين عندنا المستوى الكبير من ناحيه لا ديال الميزانيه ولا من ناحيه ديال المسائل، لان 30 لاعب حنا لاعبين على في الفوكاسيون الثاني ما يمكنش باش ما ندخلوش الميزانيه، ان لاعبين اخرين ما غاديش يستافدوا من الثاني الفريق ما يستافدش منهم. غتكون عندنا ان شاء الله ليست اللي غادي ديفينيتيف غادي نعلو على 28 ولا 29 في الدور الصحفي اللي غادي يعقد على المدرب باش يتحدث على مسائل التقنيه كلها. وكيف قلت لك باش نعطي واحد الرقم توضيح للناس، الكوكب ذاك العام كان عنده جوج لاعبين ب 3 مليون ديال الدرهم تقريبا، جوج لاعبين الان عندنا الفريق كامل بريم سيناتور ديالو هي 350 مليون سنتيم كل فريق. اذا من الناحيه الماديه ولا تواضح الامور هذه تقريبا خصها واحد الفيديو ديال مليار و200 مليار و300 اللي حنايا تقريبا قرابين ليه بزاف مع الشركه ديال الاستشهار ومع منحة المجالس، فالامور غادي عندنا الحمد لله من الناحيه الماليه غادي تكون ان شاء الله مزيانه. مع العلم ان عندنا 7 مليون ونص ديال الدرهم كاريتيش في الجامعه. فوالا الاداره التقنيه واش متعيين مدربين ديال الفئات ومختلف الفئات؟ إدارة التقنية تم إعادة الهيكلة بشكل جذري وفق التصور وبرنامج جديد اللي كيسار عليه السي سعيد رزقي. كاينة أمور تقنية اللي كاين بعض ديال الفئات اللي المدربين ديالهم تم التعيين ديالهم وإعطائهم فئات أخرى وما قبلوش. كان مشكل كبير خصوصا في الإي 19 والإي 17، جميع المدربين بغاو يشتغلوا في هذه الفئة بالضبط. احنا الاخبار اللي عندي السي نعيم بانه ما كانش توافق ولا ما بزاف ما رضاوش يعني انهم ياخذوا بعض. ما رضاوش شوف عطيتهم الايجي 6 ولا الايجي 9 غادي يبغيوها واخا ما نخلصهمش عام ولا عامين. علاش؟ انا جيت نكون واضح معك. علاش هذه النقطة هذه تساؤل ديال السي روحي؟ النقطة باش الناس يعرفوها باش نعاوش نحل هذا الباب. الايجي 9 فيها لاعبين في مستوى كبير والاباء كذلك في مستوى كبير. من ناحية الاباء؟ فيها برك صاحبي وفيها الناس كتخدم مقابل الناس تطلعوا في المدربين وخا ولادهم كيلعبوا الكره في المستوى زعما ماشي مستوى كبير ولكن فيها الناس ما يتخلصوش وما يهضروش حيت هاد الناس انا نكون واضح الناس ما مخلصينش عامين وثلاث سنين وكيتضربوا على نفس البلاصه راه ما يمكنش. اذا كاين شي كيقول لك انت مش ما تيهرب من دار العرس ياك؟ والله ما يمكنش انا نكون غير معهم واضح. المدرب عطى كاين اللي كان عنده الايجيز عطاو الايكاز ما قبلش. قلت لهم راه المثل الوحيد والحي اللي كاين في المغرب راه السلامي عبد كاس افريقيا المحليين وعطاو الايجي 7 باش بان ماشي على بانه قللوا منه ولكن عنده امكانيات ومؤهله بغاو يستغلها في وقت اخر ولكن باش تبقى تفرض عليا بانك بغيتي في واحد الفئه ما بقاش هذه السياسه. المدير التقني والاداره التقنيه هي اللي تتحكم في البرنامج ديالها وخصها تفطر وخصها توافق التصور اللي بغات. إذا الناس ما خصهاش تبقى تلوي الذراع عطاو دي بروبوزيسيون اللي بغى يتناقش فيها هي بغى يتناقش تم الرفض ديالو وتغييره. باقي عندنا الإنجاز الناس خلينا الآن مفتوحة إلى حين توصل بسير ذاتية أخرى وغادي يتم تعيين المدرب ديالها. فئة ديال الأمال ديال إي 23 حنا عينا فيها حميد توش واللاعب الدولي السابق قيدتي وكاع الفئات تقريبا تسميها ديال الهيكله ديالها وفق تصور هذيك جديد. مع العلم اننا وحدنا لي سالير باش ما يكونش واحد يمكن كان تدريب الجنف ولا الايفان 3 عنده سالير اكثر من هذا. وحدنا لي سالير ولكن درنا لي زوبجيكتيف اللي وصل دوك لي زوبجيكتيف غادي يكون عنده دي بخيم. واول مره المدربين ديال الفئه الثمانيه ولا ديال سونتر فورماسيون ولات عندهم ولاو عندهم دي كونترا. قبل ما كانوش عندهم دي كونترا. الكونترا فيها ما له هو ما عليه دي زوبجيكتيف اللي خصها تحقق وفق البرنامج اللي مسطرو المدير التقني. اللي مشى في هذا الطريق مرحبا به اللي ما مشاش فراه طلع الفروق وعطى الله راه يمشي الله يسهل عليه. فوالا
واضح هذه النقطة هذه ووضحتيها، لأنه كان الجمهور ديال الكوكب دائما ما يتساءل على هذه الفئات، ولكن أنت كنتي دقيق واضح فيها. تنشكرك السي نعيم الرادي المكلف بتصريف أعمال فريق الكوكب مراكشي، شكرا جزيلا. غادي نتوقفوا مع هذه النقطة هذه اللي تحدثنا عليها ديال ساماكي والعقود، لأن بدات كتغى مؤخرا على الساحة هذه المسألة ديال لي سالير اللي يمكن المسؤولين ما واعينش بها. عندنا إكزومبل كذلك ديال ويليام جيبور اللي مشى سنة في الإمارات، كان عندي حديث مع لاجون ديالو واللي وعدني باش انه يدوز معايا ان شاء الله في احدى الحلقات، فقال لي بانه جبور ما توصلش بالمستحقات الماليه ديالو، وهذا ما خلاه انه قال لك القانون تيسمح لينا اننا ما خديناش لي سالير ديالنا، قال لي بزاف لي سالير ما توصلش بها، قال لي فبالتالي حنايا غنمشينا عادي فسخنا العقد من جانب واحد تنسمع، يعني ما عندناش اخبار رسميه من فريق الوداد بانهم غيتابعوا اللاعب، ما عرفتش بالضبط شنو كاين، ما سمعناش الوداد وتنتمناو اننا نسمعهم في هذه المساله، ولكن اللي واضح السي الروحلي بانه هذه النقطه ولات فارضه راسها بزاف. بطبيعه الحال خصو يكون الوضوح في التعامل، وقضيه جيبور يعني هو حسب ما يقال بانه رفع دعوه لا فيفا بالوداد، والوداد رفع الدعوه كذلك بانه الانتقال ديالو غير قانوني، هو لا زال يربطه عقد بالوداد. الوضعيه ما بطبيعه الحال بصراحه ما عنديش تفاصيل شخصيا، انا ما عنديش تفاصيل، لكن كنطلع الاخبار كغيري بغير الناس. فنتمنى ان الا كان هذا الوكيل ديالو عنده ما يفيد انه ولا واداره الوداد كذلك الا عندنا ما يفيد منه، ولكن الامر مفتوح على كل الاحتمالات. والصفقه ديال جيبور صراحه كانت صفقه خاسره بالنسبه للوداد، واي واحد انا قلت مرارا وتكرارا صراحه انا هذه الصفقه سير علي اسمح لي قطعتك، انا لا احمل فيها المسؤوليه للمكتب. علاش؟ لانه جيبور كان مطلب ديال الجمهور، كنحمل فيها المسؤوليه للمكتب من واحد الناحيه، وان انت كمكتب خويا دير خدمتك، ما شداك اخويا تسمع الجمهور. لا سمح لي يا سير جمهور انا كنت مسؤول غادي نسيني جيبور. علاش؟ دار واحد المسار ايجابي في السنه لا وقت اللي كان مشى راه ما كانش هو نفس جيبور. هذه الكره فهمتي دار مسار ايجابي، اي واحد كيتمنى انه يرجع للوداد لانه خلى واحد السمعه كبيره، عطى الوداد في واحد الظرف وجيز. الخطا اللي كان هو انك تجيب لاعب ما كانش كيلعب في فرقته وتجيبو ريت عام ياك، لا كان جا وقع هو يا ولكن لا مش عارف مفتاح حر مشكل الصفقة حر لانه ما خداش لي سالير ديالو. لا 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 العام الاول، العام الاول اللي كان جا ويت كثر العام الاول وي كان بريتي وي بريتي. كان بريتي من البرتغال وي بحال عطيتي فرصه انه برز مشى كيناقش عروض اخرى. هذا كان خطا، كان خطا لان بحال هذاك اللاعب دابا انت دابا كان خطا على جميع المستويات، انت جيتي عطيتي فرصه انتقل مشى رجع جبتيه بصفقه كبيره ما عطاش، والان احنا في ماركه بيتو الجبيوت لماركه صحيح. بان قلت بان اي مدرب ولا اي رئيس ولا اي واحد كيتمنى فريق ديالو في المستوى غادي يوقع الجيبور. علاش؟ كنت لا اتفق وما خصنيش نعطي الراي ديالو، ولكن لا اتفق انا كرئيس نادي والله ما نسمع للجمهور، ما شغليش في الجمهور كما بغى يكون انا اللي عارف اش كندير. كنتناقشوا السي عثماني عطاك واحد المعادله اللي هي ايجابيه فوالا انت نقولوا راه لعب جا خصم وعطى هداف بطوله وكان يعني هداف من الطراز العالي صراحه، ومني كيمشي يعني كتقول بانه راه ما صدق له ولا قال لي غير رجع بنفس الطريقه غيكون بنفس الطريقه سيرتو مع اونج مو احداد حنت في الوقت اللي مشى ما كانش مع اونج مو احداد لان اي واحد غيسيني جو كنكونوا واضحين. بابا توندي دار واحد المسار ايجابي مع الراجل، ما يمكنش تتمنى ما يلعبش في الفريق ديالك. صحيح بين هذه المعادله الرياضيه ماشي صحيحه 100% التقييم كيختلف، حنا نتمناو ما يكونش مع الكعبي طبعاً الحال طبعاً كعبي من يرجع للوداد نتمنوا يعطي واحد الاضافه. كاين شي حوايج ربما كتحكم اللي غادي يكذب شي واحد يقول لك واي انا كنت عارف ما غادي جبور ما يقلاش كيكذب على راسه، واش باش كنتي عارفه؟ انا هضرت لك غير على الصفقات ما كندويش على الجمهور تيديرها رئيس النادي بداك الضغط ديال الجمهور، انا ضدها. شوف انا ما كنهضرش على الحاله ديال الجمهور، الجمهور هو عنده غير على الفريق فوالا شاف جيبور لانه داز واحد الموسم استثنائي بارفوا الجمهور تيفرض تيضغط معك لاعب معين الجمهور الجمهور عنده راي كذلك ولكن في حدود معينه ملي كيعود يتدخل في التسيير في صفقات وانتقالات جيب جيب المدرب جيب اللاعب هذه ماشي الدور ديالو كيجي للملعب كاين المدرجات حتى الجمعيات ديالهم اللي كيهضروا سميتهم كيكون بلاغات بطريقه حضاريه كتعطي رايهم عادي جدا ولكن ماشي وسائل الضغط. قلت بان اي واحد لا جمهور لا مدرب لا رئيس
شاف هذا اللاعب دار معه بصار استثنائي طبعا غادي يتمنى يوقف عليه لان ما كانش فتره كبيره مشى سنه تقول انه طبيعه الحال غير رجع كتسنى شوف الوداد عانت في غياب قلب هجوم لو جيبور لو جيبور فتره كان جيبور ولعبوا بلا قلب هجوم سنه باش يولي يعني لي ميليو تيران انهم كيديروا راس حربه ماهرين ديفونسور تيطلع يمارك بابا طوندي كان كيدير راس حربه فقلت بان الوداد عانات لان علاش؟ لان ما صدقش هكذاك لان فعلا هادشي كاين في الكره تقدر تجيب واحد جوج صفقات ثلاثه بمعايير اللي كتحددها واللي متفق عليها ولكن ما كتصدقش لان علاش؟ انت مرتبط بالذهنيه اللاعب الاستعداد ديالو تغيير الاجواء ديالو هو الان لكن بزاف الاشياء اللي في حقها مرتبطه انك تتعامل مع عنصر بشري ماشي اله عنصر بشري كتحكي في مجموعه ديال الاشياء راه هو لاعب مميز انا شفت انا في مباراه اللي لعب جيبور كبير كيدير مجهود كرة مشات معاه كرة قال مخيره كضرب برا فهمتي لان هو هذا العالم ديال كرة القدم راه عالم غريب راه كيف قال لك سروح لي راه هو هذاك اللاعب راه باغي يعطي وباغي يدي الواجب ديالو يعني ما جابوه تما باش انه يعطي واحد الاضافه ولكن فوق طاقتك لا يعني هذاك الشيء اللي عطى الله وما كرهش فيه دونك تغيير الاجواء ربما يقدر يكون لا غنشوفوا واش هذا ما كينطبقش على اللاعب ديال ساماكي ديال الفريق ديال كوكب مراكش انا كنت كنتمنى لانه شفتوا في المقابله الاولى دي مع الكوكب مراكشي السنه الفريطه كان بيتر يعني تبارك الله كان في مستوى كان تهرس ولا كانت تعطى بواحد المده ورجع ولكن ملي رجع عاوتاني رجعت ولكن عنده ديك المؤهلات ديال لاعب كبير انه مثلا باش يمشي هذه الطريقه فهذا خساره انا وليت كنخاف منه غير الرؤساء الانديه ديالنا انهم ما يكونوش مستوعبين ولا فاهمين مزيان ديك المساله ديال انه خصك تخلص ليه الا ما خلص لانه كان قانون الاخر ديال الفيفا لا دو موا دابا ولا لا دو موا دو موا دو موا يمكن كانوا بعد واش تهاون واش كي ما عرفتش والله ما كاينش فلوس لا ولكن كيكون عندك لاعب اللي عارفه غيمشي لك لانه هذا غينطبق كذلك على اللاعب ديال كامبوس ديال الكاك تخيل معايا لاعب هداف ديال القسم الوطني الثاني بغاته مجموعه من الانديه الان راه تيلعب في الفتح الرباطي ملي كيكون عندك فراغ على المستوى التسيير مشاكل طاحنه كتنسى لي صالير وكتنسى لي هذا هو المشكله كتشوف بعض الفرق كدور واحد الدوامه وواحد التخبط والرئيس كيكون مغلوب على امره وكيبعث خطر كيتخلى شكون اللي عنده ديك المتابعه ويعرف ويكون التفاصيل ادق التفاصيل على اطلاع بها ما كاين حتى كيجادو شي واحد ولكن الانسان خصو يتعامل يتقبل الواقع الواقع هو بالنسبه لحنا كنا كنهضروا على بعد بحال ديال ساماكي ان الكوكب مراكش تقبل بانه هرب القسم الوطني الثاني ولكن الاشتغال وباش انها تفكر ترجع للقسم الوطني الاول هذا هو الهم ديالي اللي خصو يكون لان مثلا دابا كيف كنسمعوا بانه اداره تقنيه وانتدابات واش هذا الشيء يعني هاد لي كونديسيون هي الحوايج اللي غتوصلهم للقسم الوطني الاول لوبجيكتيف ديالهم شنو هو بعد ربما الشركه غتحل الازمه على الشركه جاب الله يعني غتحل جاب الله قال لك جات دازو في وجه مراكش في وجه المدينه الحمراء هذه مؤسسه الطيران كتبحث على الوجهه السياحيه اللي مفضله في المغرب وعندها قيمه دوليه مع اجونس تونسيه اجونس كومونيكاسيون ولا اجونس ديال بوبليسيتي اللي خدات 10% ديالها هي تونسيه كان خصك كيشوفوا بان وانا في حق هذه نقطه ايجابيه بان هذه المؤسسه كتشوف المجال الرياضي كمجال للتعريف بالنشاط ديالها التجاري مزيان دائما كنقولوا راه عيب ان مدينه سياحيه عالميه ما كتحملش فيها الرياضه كرمز والاجمل مراكش مراكش معروفه بالكتبيه صحيح معروفه كسياحه وكذلك معروفه بالكوكب مراكش فهاد القيمه وهاد التسويق خصنا نروجوه خاصنا بعدا نحفزوا هذوك الناس الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين اللي كاين في المدينه. بصح خاصك اولا صحيح بان باش تقنعهم راك عارف كيف يشوفوا المجال الرياضي النظره اللي كاينه نظره سلبيه كيقول لك كيفاش غتربط مصيري بهاد مجموعه ديال الاشياء اللي كتحكم في هذا المجال الرياضي لاشياء غير ايجابيه كتشوف تخبط كثيره بزاف انا كون كان عندي مؤسسه انتاجيه ما نضربش مصيري يقول لك في غادي يمشي راه ما واحد القضيه بعض المرات ماشي غير قضيه فلوس انت غتربط ليماج ديالك بواحد المؤسسه اللي فيها المشاكل وي
اللي فيها الجمهور يقدر يدخل صعيب وفيها يخلص 20 درهم ولا ما يخلص كاع 20 درهم ويخسر لك ليماج ديال الشغاب كاين التراس كاين غنواصلوا غادي نفتحوا يمكن حتى كاينه نقطه اللي كان اشار لها نعيم وغادي نرجع لها في الحلقات القادمه هي وقت اللي قال لك بانه الفئات ديال اقل من 20 واقل من 19 سنه فيهم شي حاجه فيهم ما يدير داك الشيء علاش كل شيء غادي يمشي لهم هذه النقطه غنرجعوا لها ممكن غدا هذه اول مره واحد مسؤول في الفريق كيقول لك هذه شوف هذه حقيقه.